كانت في هذه الفترة المسائية لباريس مباشر، موعدكم مع نقاش. يمكنكم كالعادة أن تتفاعلوا مع ما يقوله ضيوف البرنامج على صفحتنا على فيسبوك أو على صفحة البرنامج على تويتر، علما بأن هذه الحلقة تبث مباشرة على صفحتنا على فيسبوك. إذن من يريد أن يتفاعل مباشرة على فيسبوك فيمكنه ذلك. فالنقاش، ما الذي حصل يا ترى بالأمس في قلب العاصمة السودانية الخرطوم، ليس بعيدا عن مطار العاصمة؟ عناصر من جهاز من قوات هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات أقاموا متاريس وأطلقوا الرصاص في الهواء للمطالبة بمستحقات مالية. هم رفضوا في ديسمبر الماضي دمجهم في قوات الدعم السريع وطالبوا بحالتهم على التقاعد مع تعويض مالي يعتبرون أنه هزيل. القوات الأمنية تدخلت، ولكن بعد مواجهات تسببت في سقوط 5 قتلى، من بينهم طبعا ضابطان وثلاثة مدنيين. وفيما وعد رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان بالتصدي لأي محاولة زعزعة للأمن والاستقرار أو إجهاض الثورة، فإن نائبه محمد حمدان حمدتي اتهم مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق المعروف باسم صلاح قوش بالوقوف وراء المتمردين، كما وجه انتقادات بالتقصير للمدير الحالي للمخابرات العامة أبو بكر مصطفى الذي قدم استقالته. هل حصل تقصير ومن يتحمل مسؤوليته؟ هل توجد أجهزة موازية في السودان؟ أين الخلل في تركيبة وتوزيع الأدوار بين الحكومة والمجلس السيادي، خاصة وأنها فترة انتقالية تمتد على 3 سنوات؟ فاصل ونواصل. يخصص برنامج ضيف مسيرة شهر يناير لمطربات من المشرق والمغرب. أستضيف في هذه الحلقات 4 فنانات تألقن في سماء الأغنية العربية الأمازيغية وحتى الدولية أحيانا، كل منهن بصوت مختلف وبلون موسيقي مختلف. من المغرب الفنانة كريمة الصقلي، من سوريا المطربة لينا شماميان، من الجزائر الفنانة سعاد ماسي، ومن مصر السوبرانو أميرة سليم. فكونوا على الموعد. ضيف ومسيرة على فرانس 24 وفرانس 24.com. موقع فرانس 24 متوفر ب4 لغات، مقالات، ريبورتاجات، الأخبار العالمية بصورة مستمرة. يمكنكم إعادة مشاهدة برامجنا والقناة بث مباشر على مدار الساعة. موقع فرانس 24.com واضح، سريع وب4 لغات. ليبرتي، إيجاليتي، أكتواليتي. ونقاشنا ما حصل بالأمس في الخرطوم، أي تمرد عناصر من جهاز المخابرات. سعيد بأن تكون معي رشيدة شمس الدين وهي ناشطة سياسية، أيمن آدم صالح وهو ناشط سياسي وعضو حزب المؤتمر الشعبي سابقا، زينب محمود الضي وهي عضو في الحركة الشعبية لتحرير السودان. أهلا وسهلا بكم. حصل إيه؟ حصل تمرد. تمرد حقيقي؟ هو الاسم المنطقي لما حدث هو تمرد من قبل هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني، المحركة من قبل فلول النظام داخل المؤسسات الحكومية وجهاز الأمن والمجلس العسكري. شو يعني في دولة عميقة؟ طبعا في دولة عميقة. أكيد في دولة عميقة. دولة عميقة نراها في ارتفاع الأسعار، نراها في سوق العملات، نراها في البطء في تنفيذ قرارات الحكومة المدنية. في كل هذه الإشكالات نرى وجود الدولة العميقة واضحة. بيان الحكومة واضح فيما يتعلق بما حصل؟ بيان الحكومة واضح، ولأول مرة يخرج علينا الناطق الرسمي اسم الحكومة الأستاذ فيصل محمد صالح ويشرح بالتفصيل ما حدث بكل شفافية. نفترض هذه التفاصيل تماما في كل الحكومات السابقة، يعني كانت من أول الخطوات. يعني هذا ليس تقييم بفشل أو نجاح، ولكن خطوة أعتبرها أنها خطوة موفقة. أيمن. السلام عليكم. بسم الله، كل عام أنتم بخير والشعب السوداني بخير، ونترحم على أرواح الذين سقطوا، نسأل الله أن يجعل مقامهم الجنة إن شاء الله. في البدء، الحصل أمس بالضبط كده هو أي احتقان يحصل في السودان، وهو ما أول مرة، من قبله وكان في أحداث بورسودان وأحداث الجنينة، وبالأمس كانت في الخرطوم. فأي احتقان يحصل في السودان سواء عسكري سواء مدني بتستفيد منه القوى العسكرية في السودان، وهي في كل يوم في تمدد أكثر من القوى المدنية. ولكن القوى العسكرية تتحدث عنها والأمنية تتحدث عن تقصير حصل. نعم، هنالك تقصير.
الذين قاموا بالتمرد أمس طبعا هو تمرد في القوانين العسكرية طبعا. الذين قاموا بهذا التمرد هي هيئة عمليات الأمن، هيئة عمليات جهاز الأمن المخابرات الوطني سابقا والجهاز الأمن أو المخابرات المخابرات العامة اليوم باسم المخابرات العامة اليوم، لديهم مطالب حقيقية، مستحقات حقيقية طالبوا بها. عساكر دائما لا يفقهون في السياسة شيء يعني، عشان كده طلعوا الشارع وضربوا. ندين هذا تماما، وهذا ليس اسلوب بحميد او جيد. هؤلاء الشباب او هؤلاء الذين خرجوا في امس باسلحتهم وضربوا في الخرطوم لديهم مستحقات، ويجب ان تحل مستحقاتهم داخل الاطار الامني او داخل اداراتهم. قبل 6 شهور لديهم اعتصام اخر داخل مقراتهم في كافوري في الرياض، وطالبوا بحقوقهم جات متاخره جدا وجات برواقب ضعيفه جدا. أمس خرجوا وضربوا وندين هذا، ندين هذا تماما، لكن هذا ليس تمرد، لا 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 لا، لا تمرد على الجيش في قانون الجيش، لكن لا تمرد بقرض إنه الاستولاء على الدولة. نحن في السودان نعرف التمرد، يا يدخل غابة يا يطلع جبل، معروف جيدا يعني عندنا التمرد. ويسيطر مباشرة على مقر الإذاعة. نعم يسهب، ولو كان انقلاب عسكري كما تدعي الرشيدة لذهبوا. انقلاب أو تمرد، نعم لا يوجد تمرد يبدأ نصف النهار بإطلاق أعيرة نارية وهكذا. نعرف نحن جيدا أنه أي انقلاب أو أي تمرد بقرض تقويض النظام الدستوري في أي دولة ما بيتم بطريقة سرية وتحت لحظة. تقصد ماذا؟ تحرك مشروع لأشخاص يطالبون بحقوقهم، هذا ما تقصد؟ قلت لك قبل قليل العسكر لا يفقهون شيء، فهذا يريد أراد أن يعبر بنفسه. زينب ستجيبه. هو يحاول أن يجمل. أولا شيء تحية عليك يا أستاذ توفيق، وتحية لكل المشاهدين القناة، وتحية للشعب السوداني أيضا. حقيقة هو كلامه كله متناقض طبعا، لأنه هو بيحاول يجمل حاجات ما ممكن تتجمل. يعني الحصل ده هو بالقوانين العسكرية بأي قانون هو ده تمرد. بعدين كون إنه عساكر يطلعوا، العساكر معروفين إنه بيخضعوا لأوامر يعني، فطلعوا بطريقة منتظمة وفي حتات مختلفة، معناه في زول بيدهم أوردر عشان ينفذوا العمليات اللي بيعملوا فيها دي. فبالتالي هم ما طلعوا ساكت، ولا في زول في السودان ده عشان ما عندهم مرتب بيقوم بيتمرد على الـ على الـ على, الـ على النظام يعني عشان مرتب. وهو ممكن يفقد روحه يعني عشان 30,000، عشان 30,000 جنيه ولا 50 ولا 100,000 ولا 200,000 ولا حتى مليار ولا بأي مبلغ سوداني، يعني انت ممكن تمشي تفقد روحك. أنا ما قلت انقلاب عسكري، لكن ده تغويط للنظام الموجود. ده حاجة ما دارت يعني هناك، وأنت تتحدثين هناك من الناس. هل ما حدث هو رسالة من النظام بأنه ما زال موجودا ولا يمكن تجاوزه في السودان؟ والله هو الـ يعني التحليلات في الاتجاه ده يعني ماخذ أكثر من تحليل واحد يعني. يعني في واحدة من الأشياء إنه الحصل ده هو واحدة من الحاجات أنا بتفق معه فيها، إنها هي لصالح الجزء العسكري في المجلس السيادي. أي إشكال أمني، أي إشكال أمني يحدث الآن في السودان بالبنفيت بتاعه بيمشي للجانب العسكري. هو صحيح طلب من هذه العناصر الانضمام لقوات الدعم السريع، ولكن هذا ما قاله طبعا. هذا ما قيل. أيوة، الانضمام لأي جهة عسكرية، أي جهة أمنية، إذا كان الشرطة أو الجيش أو الدعم السريع، وهم رافضين تقريبا. بعدين حتى جهاز الأمن في الفترة الانتقالية كمؤسسة مؤسسة الفترة الانتقالية حتتغير طبيعته. إذا وجد ما حيكون بنفس الشكل بتاع جهاز الأمن كجسم عنده سلطات عسكرية وكده، فهو جسم حيكون للتحليل المعلومات وكده، فما بيتعارض تماما مع شكل الجسم الموجود اللي هو هيئة العمليات العسكرية وهذا الشكل بهذا الشكل يعني. فدي لكن كل اللي بيحصل، كل اللي أي شغل أمني شغل عسكري هو لصالح الجسم العسكري داخل المجلس السيادي. وفي تحليلات ومقولات بتقول انه المجلس العسكري الموجود في الفتره دي وما تبقى من الفتره الانتقاليه، افتكر هي 3 سنوات، هم فترتهم سنه ونص، ما تبقى منها 6 اشهر. هم 6 اشهر دي غالبا ما يكون ما عاوزين يسلموا في اي عمليات امنيه عسكريه بتديهم انه حتى الفتره الجايه. لكن لماذا سمح لهم بترك سلاحهم؟ طبعا ما هذا عشان كده قلت لك واحده من التحليلات انه هنالك فبركه تماما تامه ما بين هذه القوات، قوات حياه العمليات
كان حسب الاتفاق متفق على ان يتم تصريحها. طبعا الـ 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 طبعا هذا ما فهمت الوثيقه الدستوريه، نعم. لكن حسب حسب الوثيقه الدستوريه مثل قوات هيئه العمليات ينطبق عليه نفس قوات الدعم السريع. هي قوات العمليات هي تم انشائها الدعم السريع خارج المؤسسات خارج قياده الجيش، تمام. والدعم السريع نفس الشيء. عندي سؤال لقوى اعلان الحريه فضل. والتغيير، من هم قوى اعلان الحريه والتغيير الان التي تمثلهم؟ انا لا امثل قوى الحريه والتغيير استاذ ايمن. اوكي، اذا اردت ان تسالني مباشره فمرحبا. طيب، متعاطفه معهم؟ متعاطفه مع قوى الحريه والتغيير؟ نعم. طيب، كم متعاطفه ولا كم قوى اعلان الحريه والتغيير؟ انا احنا لازم نكون واقعيين يعني. طيب تفضل. داري اسال سؤال، لو قوى اعلان الحريه والتغيير بعد فض الاعتصام كانوا بينادوا بانه يجب دمج قوات الدعم السريع مع القوات الشعب او قوات المسلحه، سابقا قوات الشعب المسلحه، نفسي ال- ال- الكلام ده بيطبق على هيئه المخابرات. لماذا لم يتم تسريح قوات الدعم السريع او دمجها في القوات المسلحه؟ تم بقانون مسبق دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحه وفي الجيش هذا سابقا. أمس لو نحن استمعنا لكلام رئيس هيئة الأركان بتاع الجيش كان بيقول قوات الشعب المسلح، وإن ما سمعته وقوات الدعم السريع تسمع البيان بتاعه مرة ثانية، كان بيقول قوات المسلح وقوات الدعم السريع. الواو هذه للعطف، واو العطف يعني. لا واو للعطف هنا. أنا لا أتكلم وليست لدي أي علاقة بالدعم السريع ولا أوافق على أي ما يفعله الدعم السريع، وإن زان الأرض والسماء ألوانا وذهبا يعني. الدعم السريع تحدثت هنا مطورا عن حميتي، يلا تحدثت مطورا عن حميتي وعن تكوين قوات الدعم السريع. طيب، وهيئة العمليات هي صحيح واحدة من الجهات التي قامت بتكوين الدعم السريع، فلذلك هيئة العمليات هي ليست تابعة للقوات المسلحة، هي تابعة لجهاز الأمن. طيب، الرد على أيمن؟ الرد على أيمن، أنا لا أستطيع الرد على أيمن لأن أنا لست معنية بالدعم السريع. أنا كل ما أعرفه أن هناك كان قانون لدمج الدعم السريع داخل القوات المسلحة قبل نشوب هذه الثورة. الآن يقال، ولكن ما سمعنا عنه بعد سقوط النظام، لا بأن تم ضمهم إلى القوات المسلحة. لا، لم يتم ضمهم إلى القوات، كانت لم ولا توجد نوايا حتى لضمهم إلى القوات. لا، كانت هنالك كانت هناك فكرة لدمج قوات الدعم، وبموجب هذه الفكرة تم تعيين حميدتي كلواء في الجيش وتم تقديمه لرتبة عسكرية، وكذلك أخاه وكمية من منسوبي الدعم السريع لدمجهم داخل القوات المسلحة. لا، أنا زي كما قلت لست معنية بالدعم السريع ولا وليس لدي أي ما يمكن أن أقوله غير أنني، ولكن يعني ما تقولون ما اللي بتقوليه قاعد يبرر تماما للحرية والتغيير، بأنه لأنه الشراكة اللي هم خشوا بها على المجلس العسكري زي ما قال الأستاذ أيمن، الشراكة كانت مبنية على أنه الدعم السريع يبقى جزء من القوات المسلحة. وهم هذه الفكرة التي كان واضح جدا في أنه الدعم السريع قائد الدعم السريع أصلا ما حصل في يوم من الأيام. أوكي، هو حاليا حميتي داخل المجلس العسكري يمثل نائب الرئيس، نائب الرئيس يمثل اللجنة العسكرية، يمثل الجانب العسكري، مكون العسكري في المجلس، مكون العسكري في المجلس السيادي بشقيه المدني والعسكري. إذا تكلمنا عن حميدتي الآن نتكلم عنه كواحد من مكونات المجلس العسكري. أعتقد أن ما حدث كله يضعف، أنا للأسف يعني لا أتفق مع الصديقة زينب وكذلك الأستاذ أيمن في أن هذا يعضد موقف المجلس العسكري. بالعكس، المجلس العسكري هو الآن محرج تماما، هو في وضع حرج جدا أكثر من المجلس المدني، لأنه هذا يمثل أن الجيش ليست لديه سيطرة على جهاز الأمن وليست لديه سيطرة على الشارع، يعني ضربة بالنسبة لهم. Exactly. نزلت هيئة العمليات بدبابات، صحيح، طول اليوم. أمس أحياء كافوري نسمع أصوات رصاص هائل، كل هذا والجيش يقف متفرجا وحالة هلع على دم المواطنين. Exactly. وخط أسرة كاملة في صوبة، أسرة كاملة ثلاثة الذين قتلهم هم بنته وابنه لغازفات بالنسبة للمدنيين. هذا كله يدل على ضعف المجلس العسكري، المكون العسكري داخل المجلس السيادي، على عدم سيطرته على جهاز الأمن وعلى هيئة العمليات التي يبدو أنها محركة من الخارج ومحركة من جهات كما قالت الأستاذة زينب. طيب، نستمع قبل أن نواصل، نستمع لما قاله رئيس مجلس. طبعا الصوت ليش جاهز، ماذا تريدين، كنت تريدين تعليق؟ ما تقوله يعني اللي بتقول فيه الأستاذة أو الصديقة رشيدة
قد يكون في جانب من الصحة، ولكن أنا الحاجة اللي أنا داري أنبه، أنا ما بقصد يعضد بمعنى إنه يدعم، أنا بقصد يعضد بمعنى إنه يعضد نوايا المجلس العسكري. ده في لأنه المجلس العسكري كده متفق، يعضد نوايا المجلس العسكري، لأنه المجلس العسكري يحاول أن يمدد الفترة الأمنية لأطول، وشكله إنه الوضع مهيأ. فإذا كان الوضع فعلا مهيأ لهذا الشكل بهذا الشكل، وأطالت ده عشان يحرق ال... ده بيحرق الجانب الجزء الأمني في المكون الأمني في المكون المدني في المجلس العسكري، وبيثبت موقفهم في انه يمدد الفتره الانتقاليه، رئاسه الفتره الانتقاليه للمجلس العسكري لثلاث سنوات قادمه يعني اضافيه. ايوه اضافيه، اضافه الى ثلاث سنوات. الوضع الامني غير مستبد. عبر هذا حميد تعلق على ما حدث بالامس على انه الذين قاموا بهذا هو صلاح جوش، هو يريد ان يظهر في المشهد السياسي مرة ثانية. ونرى اليوم قوى إعلان الحرية والتغيير أيضا طبلت لحميدتي مرة ثالثة أو مرة ثانية. ماذا تعني بطبلت يا أستاذ أيمن؟ بمعنى ماذا طبلت؟ هي لا تحتاج للتطبيل، هي مسنودة جماهيريا من الشارع السوداني. الدعم السريع لا يوجد أي مثال. أنا طيب دقيقة، هنالك زواج متعة بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري. لماذا؟ زواج متعة. بعض فضل الاعتصام نفس العقلية الإسلامية دائما ما تتحدث عن زواج متعة. زواج العرفي محرك العقلية بنية. خليه يتحدث عن زواج متعة شوي. ما مشكلة. طيب. ما مشكلة. هرد عليك. ما ترد علي على زواج المتعة. خلينا في. أيوة. هنالك زواج متعة تم بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير. بعض فضل الاعتصام مباشرة. قوى إعلان الحرية والتغيير رأت إنه الدعم السريع عبارة عن جنجويد. يجب محاسبتهم، يجب تسريحهم، أو يجب دمجهم في قوات الشعب المسلح. أمس هنا حينما تمردت نفس القوات أو ابنة أو أخت نفس القوات قوات الدعم السريع، نفس القوى السياسية طبلت لحميدتي وشفناه نحن بعيننا. لماذا تستخدم عبارة تطبيل؟ تطبيل لحميدتي بأنه يحسم هذه الفوضى، ولكن كلهم فوضويين. هنالك هشاشة، الدولة هشة جدا كلهم الدولة هشة جدا ممكن أن ينفجر الوضع في السودان تحت أي لحظة كان. هذا ما تتمناه الحركة الإسلامية، هذا ما يتمنوه بالضبط. نحن ما نتمناه للسودان أن ينعم السودان بخير وبأمن وأمن، وأن نسهب إلى الانتخابات ونرى ما يدعونه. طيب خليها تتحدث، تفضل. أعتقد أن أكثر مستفيد من هذا الوضع المتأزم في السودان هم الإخوان المسلمين، الحركة الإسلامية بشقيها، المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي. نحن أنا أعتبرهم عن نفسي هم حركة إسلامية بدون أي مسميات. فشلوا لمدة 30 سنة في استقرار البلاد. الآن ما يحصل في الشارع السوداني، ما تفعله أيادي النظام السابق الخفية داخل جهاز الأمن، وإذا كان صلاح جوش، إذا كان دول المحور التي أنت تصدقين رواية لحظة رواية صلاح جوش تصدقينها يعني؟ رواية صلاح جوش بصراحة يعني بصراحة حاليا كما في الزاعة عبد الواحد، في السابق كان النظام السابق يخرج يقول لنا عبد الواحد فعل وترك. الآن عبد الواحد وين؟ عبد الواحد اختفى. عبد الواحد لا موجود، عبد الواحد موجود ومكانته موجودة في الساحة السياسية، وهو الضامن الحقيقي لعملية السلام، هو والحركة الشعبية وكل الحركات الأخرى المسلحة. ولكن ما يعنينا الآن أن صلاح جوش. أنت لا تصدقين الرواية؟ لا أصدق هذه الرواية. وأنت تصدقين الرواية؟ طبعا لا أصدق هذه الرواية. صلاح جوش يبقى شماعته يعني دائما نسمع اسمه. اذا افترضنا انه صلاح جوش فعلا هو محرك هذه انا الذي زي مخترق. ايوه يعني ده بيضعف موقف المجلس العسكري او انه هم قاعدين يعني صور. هم ليه هم جو تبنوا يعني رئيس سابق وله نفوذ وفي دوله وبهذا الشكل متهم هو ومتهم، وهنالك كثير من البلاغات فتحت في صلاح جوش، ويجب تفعيل المحاكمة الفورية لكل منسوبي النظام السابق الذين تورطوا في هذا. يعني يعني صادق من يتحدث أو من يكتب على تويتر أو على فيسبوك ما حدث البارحة هي فبركة لتحسين وتلميع قوات الدعم السريع؟ لا أعتقد يعني. لماذا؟ هذا مشاهد لست أنا. أيوة أنا ما أنا أرد على هذا المشاهد. لا أعتقد يعني لسنا محتاجين لبذل مزيد من الدماء. يعني توفى ما توفى واستشهد ما استشهد في كل هذه الأحداث هذه الأسرة البريئة، وهذا ضابط الجيش الذي توفي أمس، ضابطان من الجيش وكذلك الجرحى. لا يعني ما محتاجين لمزيد من الدماء، يعني لمزيد من المسرحيات. يا
يعني نريد أن يحفظ الله البلاد والعباد، يعني لا نحتاج كل مرة مزيد من إراقة الدماء لتثبيت يعني هذه. لا نريد وما نريد دي حاجة والواقع حاجة تانية. أيوة يعني أنت بتريدي دي حاجة، لكن اللي بيحصل في السودان ده هل دي فبركة ومسرحية ولا ما؟ نحن كلنا ما في زول داير، ما في سودان عادي داير إنه حلوة عبارة زولة فهمت أنا. ما في سودان يعني أيوة في سودان عادي داير إنه يحصل مزيد من الدماء ومن القتل زي ما حصل في دارفور في جبال النوبة وفي النيل الأزرق تاني ينتقل للخرطوم، ولكن الواقع حاجة تانية طبعا، متطلبات السلطة والاستمرار في السلطة برضو حاجة واقع. أيوة ما لا أنا قلت يعني أنا عبرت عن رأيي. أنا لا أريد يعني أنا لا أتمنى، ولكن هو السؤال كان إذا كانت هذه مسرحية، فأنا جبت أنا لا أحد المشاهدين يسأل، أحد المشاهدين يسأل وأنا جبت أنا لا أعتقد أن هذه مسرحية. هناك من يقول ما حصل يوم أمس هو ضعف الحكومة الانتقالية وعدم مقدرتها على قيادة الوطن. نعم صحيح، وهذه هي الرسالة التي تريد أن توصلها. ضعف عند الحكومة أيضا وضعف عند الحكومة الانتقالية. مفترض الحكومة الانتقالية لديها مهام محددة، أولا ذهبت في كثير من القضايا وفشلت. نظام المؤتمر الوطني أسقط في السودان لأسباب هناك أسباب معروفة. اقتصادية معروفة جدا عند الرئيس والدانية. الاقتصادية فقط يا أستاذ أيمن لتكون منصفة للثورة السودانية هي الاقتصادية. هناك مشكلة، أنا لم أقل لم تكن هنالك مشاكل، يعني هنالك مشاكل حصلت، لكن هنالك مشكلة اقتصادية صاعقة. هذا النظام يعني هبش كل الوضع في السودان، يعني انهار تماما جدا، لذلك خرج الشعب السوداني وده كله معروف جدا المشكلة الاقتصادية دي. مفترض الحكومة الانتقالية اللي مدتها 3 سنة دي، وأنا خايف تزود لثلاثة سنة أخرى أو لأكثر، تمديد يعني تمديد آخر، لأنه تمديد دون انتخابات دون مستحيل. طب هو المشروع في 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 الوثيقة كل ما نتحدث عن الانتخابات يوصفونا بأننا كنا نظام سابق، يعني مثل ما قالت هو ذاته. الآن أنا أرى حل السودان إنه يكون هنالك مصالحة وطنية كاملة، أن نذهب إلى انتخابات مباشرة كما قال الصادق المهدي وهو جزء من قوى إعلان الحرية والتغيير، إن ضحكت وأبيتي فهذا هو خيار الشعب، فنحن لا نريد قوة. من قال هذا خيار الشعب؟ أنت تقول هذا خيار الصادق المهدي. الآن انتخابات مؤخرة بعد 3 سنوات طبعا، لكن الانتخابات المؤخرة هذا ليس خيار الشعب، هذا خيار الصادق المهدي وهو لم يقطع بذلك. وبعدين ما أعتقد أن الشعب السوداني كله الانتخابات هي حل لما يحدث الآن. الانتخابات هي حل لما يحدث الآن. انتخابات في وضع هذا وضع غير مستدير يا أستاذ أيمن. أنتم لن تجيوا ولا بانتخابات ولا بدبابات. إذا كنت تمني نفسك أو تمني الحركة الإسلامية نفسها بالعودة مرة أخرى إلى الساحة السياسية فهذا غير مقبول تماما. سوف تعود. طيب نستمع ما قاله عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني. للجميع أن القوات المسلحة كل مكوناتها تعمل سريع، قوات برية جوية، كلنا عازمين على أن نتصدى لكل محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار، نتصدى لكل محاولة لإجهاض الثورة، ثورة ديسمبر المجيدة. وعدنا للشعب السوداني أن نحمي هذه الفترة، أن نحمي التغيير، ونردع بكل حسم وكل قوة كل من تسوي له نفسه أن يعبس بأمن واستقرار المواطنين. وماذا قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك؟ نحن نشيد بالقوات المسلحة وقوات الدعم السريع بما قامت به من عمل كبير ومقدر لحسم هذه الفتنة التي أريد لها أن توقف قطار التقدم نحو الديمقراطية والاستقرار والنماء والسلام. سؤال آخر، هناك أيادي خفية داخل المنظومة العسكرية تريد تأجيج الفترة الانتقالية؟ نعم هنالك أيادي خفية، ولكن هذا مشكل بالنسبة لل هذا مشكل، ولكن هذا واقع. يعني من الصحيح ومن المنطقي مواجهة المشاكل مباشرة. هنالك أيادي خفية تعمل داخل المجلس العسكري، بيقول لي سأل قال لي داخل المنظمة العسكرية، داخل المنظومة العسكرية وداخل المجلس العسكري نفسه هنالك جهات وهنالك مصالح لدول مرتبطة بدول المحور اللي هي سمي الأمور بمسمياتها. أنت عادة صريحة. أنا عادة صريحة دول. لأنها دول, يعني وين دول. إذا افترضنا زيارة وزير أنور قرقاش الإماراتي للسودان في وقت كان وقت مريب جدا، زيارة مريبة جدا، نحن نعلم تماما مصالح السعودية في قوات الدعم السريع التي تحارب بدالها في اليمن وكذلك مصر، ولكن يبدو أن المصريين هم الوحيدين الذين لا يتفقون مع حميدتي، ليست لديهم مصالح مشتركة أو مباشرة مع حميدتي، مصالحهم مع
المكون العسكري، ولكن الإمارات والسعودية مصالحها المباشرة مع حمادتي، ولذلك هي يعني نفهم ماذا من كلامك؟ هناك مشكل في تقاسم الأدوار بين المكونين العسكري والمدني حاليا؟ هذه المسألة ليست معنية بها المكون المدني على الإطلاق، يعني خاصة خاصة لما نجي نديها الطابع الدولي والإقليمي ليست معنية، ما معني بها خالص المجلس المكون المدني. وقبل فترة قبل أيام كان هنا في بس لا رجع شوية لورا المؤتمر في فرنسا بتاع دول الساحل والصحراء في مدينة بوه. أيوة، فهذا المؤتمر لو لاحظت له هو الإشكال يعني الأمني فيه وكذا، وجيت راح أسأل الإشكاليات اللي بتحصل عندنا في الريجون بتاعنا بشكل عام، إذا كان في ليبيا أو في السودان أو في والمحاور الإقليمية الموجودة في المنطقة، يعني إذا كانت قطر أو السعودية أو الإمارات. فانت لو لاحظت يعني وجود الجسم ده هيئة العمليات العسكرية ما لها دور فعال في الحاجات دي، في حسم الحاجات دي، وهي دائما بتلعب لصالح جهة معروفة كانت هي دولة، يعني اللي هي قطر طبعا معروفة. فافتكر الصراع فيه برضو جانب إقليمي تماما، يعني فيه جانب إقليمي وغد يكونوا طبعا اكيد عنده جانب دولي برضو. الأمنيات حاجة ثانية يا أيمن، يقول لك احد مشاهدين الواقع هو الذي يفرض نفسه بقوة الآن. نعم يقول لك احد المشاهدين. نعم الامنيات وانت بتتمنى جيدا، يعني يبدو ان اثرت على المشاهد بكلمه زواج المتعه. نعم طبعا الامنيات شيء يجب ايضا ان نحقق امنياتنا، يعني لا مستحيل وراء الشمس. في مساله تعقيب بسيط على الاستاذتين، مساله انه الايادي الخارجيه واضحه جدا جدا، كما قالت زيارة قرقاش اللي هو وزير الدولة بالخارجية الإماراتي للسودان كان له دور، بعد قليل اندلعت الأحداث وأنا مستغرب جدا. لا هو زار السودان ليس نعم ليس بالأمس، كان في زيارة نهاية الأسبوع الماضي. لا نهاية الأسبوع الماضي كان في زيارة نعم على للسودان، لكن ما يحدث كيف لرجل مثل حميدتي وهو يقود تفاوض في جوبا بس تحدث في الخرطوم، والبرهان موجود في الخرطوم، يطلع هو يعمل مؤتمر في جوبا، دي دلالة يدل إن هناك في أيادي خارجية تحرك هذا الرجل الذي يدعى حميدتي. وثانيا ليس هنالك فقط المكون العسكري هو الذي يطبع مع 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 مع, مع, مع المحور الإقليمي، هنالك قوى سياسية سودانية تطبع أيضا قوى حرية وتغيير. طيب ما هذا تنطلق من العواصم وحتى الحركة الشعبية جناح الحلو قبل فتره او ما اسبوعين كان هناك في الامارات، يعني نحن نكون واضحين قوه سياسيه مستنبه. جناح الحلو تقصد جناح الحلو بالنسبه للحركه الشعبيه، بالنسبه للحركه الشعبيه نعم جناح الحلو هي جناح الحركه الشعبيه ما الحركه الشعبيه ما مشكله لكن في هذا الجانب تماما كان هناك في الامارات، ده يدل على دول انه هذه القوى السياسيه بحركاتها بمكونها العسكري هي تطبع مع محاور اقليميه ضد مصلحه الوطن. ما هي ضد الوطن بهذا خليني اجاوب. هو انت قلت حاجه مباشره باسم الحركه الشعبيه حق رد تريك طبعا تفضل. فهو يتحدث عن الحركة الشعبية، نحن لو في زول دخلنا لو يعني زول انت المصطلح شخص لو في حدا في السودان دخلنا او في جهة سياسية دخلتنا في هذه الاشكالات والمحاول الاقليمية والداخلية هو طبعا هم الحركة الاسلامية. نحن عشان نمرق من هذه الورطة بقينا مضطرين يعني نحن الحركة الشعبية هو عارف مبدئيا الموقف بتاع الحركة الشعبية في تدخلات بالذات هذا الجزء من الاقليم، هذا الجزء من الاقليم هو يعرف موقف الحركة الشعبية. اتهام الحركة الاسلامية السودانية كده جزافا كده على الهواء طلع لا يجوز طبعا، حتى زي مثل ما يجوز نحن ما في قوة شرعية، نحن بنتكلم في وقائع في زي ما انا تكلمت عن الحكومة السابقة هي حكومة اسلامية يا شعبية واديتك فرصة تردي لان الحركة الشعبية اديني انا ارد انا ما كملت في كموجه اسلامي مثلا كما تشائين. طبعا لا أدافع عن المؤتمر الوطني قطعا ولا يمثل الحركة الإسلامية بتاتا. منذ متى إبراهيم السنوسي أدرس ضد النظام وهو الأمين السياسي للحركة الإسلامية تماما. المؤتمر الشعبي كان مع الحكومة لحد سقوطها، بيوت الأشباح من بداها بدأوها طيب الإسلاميين تما غير طيب مرحبا. حتى نفهم طيب وسجننا فيها لا نحن. لم يعذب بيوت الأشباح جبلة شيوعي واحد كان معتقل أكثر من 10 أعوام. أنا بديك أكثر من 3 نماذج قيادات المؤتمر الشعبي هذا تاريخ
الأشرار للحركة الإسلامية ولقيادات إسلامية ماتت في الثورة المجيدة دي من ضمنهم الشهيد أحمد الخير. الشهيد أحمد حسبي الله ونعم الوكيل. الشهيد أحمد الخير هو كان مع المؤتمر الشعبي، والمؤتمر الشعبي كان مع الحكومة لحد يسقط النظام. يا أستاذ أيمن، هذا تاريخ لديه شهور. يا أستاذة، المؤتمر الشعبي لديه رؤيته ولديه ما يقول. نحن أنا واحد من الناس، حينما تم الحوار مع المؤتمر الوطني قدمت استقالتي. أنت كفرت ولكن هذا لا يعني إني أنا ببزغ على التاريخ بتاع الحركة الإسلامية أو لا أدافع عن أيمن. لو سمحت لا تكذب على الهواء بهذا الشكل، يعني ما هو كذب، هذه حقيقة. الشعب السوداني كله يعرف، ما هو المؤتمر الشعبي الآن كل الشعب السوداني يعرف طبعاً. أنت عارف هذه ما طيب. طيب. بس بهدوء هسي لميتني انا وهنا في 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 كاننا حزب واحد، تقول ده منطقهم. نحن حتى ما منطق من يا ايمن مساعد. الان هناك حاله بتاعت استحسان استحسان من ما انا جايك في الكلام. هناك حاله بتاعت استحسان وتشطيط او تشطيط الشعب السوداني حول ما يعرف بالحركه الاسلاميه، بمعنى انه هناك شيطنه الشارع السوداني. بما انه اي زول اسلامي بمعنى هو مؤتمر وطني، لا انا دار اثبت دي، عشان كده انا جمعتكم الاثنين. اي زول اسلامي مؤتمر وطني، المؤتمر الوطني ده نحن اكثر ناس طيب خلينا لا نخرج، خلينا نخرج عن الموضوع. هذه المشاكل كلها تتجه لمصلحه الصادق المهدي الذي يطالب بانتخابات مبكره. لا ابدا ابدا، الصادق المهدي يطالب من بانتخابات مبكره؟ هل يطالب هو الحريه التغيير؟ لا، هو طرف هذا مقترح، هذا مقترح يمكنه أن يقترحه على قوى الحرية والتغيير. أنا أعتقد أن الإجابة ستكون أن هنالك فترة انتقالية بعد هذه الفترة الانتقالية. طيب ما حصل بالأمس سحابة عابرة، أم يمكن هذه السحابة أن تتكرر؟ يمكن أن تتكرر. إكزاكتلي، نحن نتفق. ليش هذاك مشهد مصداقية يعني؟ ماذا لماذا؟ لأنه أولا هيئة العمليات هذه ليست سهلة، تمتلك مؤهلات. لا أحد بإمكانه أن يجرد هذا الجهاز من السلاح. لا يستطيعون. يعني أعتقد أنه هنالك ستكون محاولات أخرى ومحاولات، ولكن إذا كانوا لا يستطيعون، بمعنى المطالبة بحل حتى في قيادة الدولة. والله شوف يا أيمن، هو يعني على الهراء كده أنا ممكن أقول أنتم فاشلين وأنتم ناجحين. هذا ليس التغييم، يعني نحن لسنا معنيين بتغييم الفشل أو النجاح. نحن نحل الموقف يعني حاصل. هيئة العمليات المطالبة بحل جهاز الأمن كاملا، هو المطلب المنطقي والذي سيحل كل هذا الإشكال. هيئة العمليات كما قلت سابقا هيئة أمنيات شيء، أنا لا أتكلم عن أمنيات، أنا لا أتكلم، دي مطالبة، هذه مطالبة، أنا لا أتمنى، هذه مطالبة. الكل يطالب، هنالك هاشتاج كبير جدا في الوسائط. لكن المشكلة أنا أتكلم عن نحن وأنتم يا أيمن. أنا رشيدة، المشكلة الأمنية، المشكلة الأمنية تعطل الحركة الاقتصادية طبعا. وأضيف على كلامك هذا أن الفلول النظام والدولة العميقة هي من تعبث بالسوق الأسود للعملات. الآن الدولار في السودان يقارب 90. طيب من يسمح لهم للفلول؟ الدولة الحميقة. أنا في حاجة دقيقة، يعني هو بالسهل تحدث. لا ما شب معه بالمنطق كده. الآن الرجال الأعمال وأغلب الاقتصاديين في السودان يتبعون إلى وهلاء، وشركات جهاز الأمن تعمل، وسوق الأوراق المالية وكل هذه منسوبين المؤتمر الوطني لا يزالون داخل، يتحكمون داخل هذه الأجهزة الحساسة. هي من يعني هي من تحرك العبي. خليك من مؤتمر وطني تقصدين؟ مؤتمر شعبي ومسؤولين بنسبة 100%. كان سابق ولا لاحق؟ هم حتى لاحقا هم ما سألوا النظام. الإشكالات الموجودة في السودان هي إشكالات سياسية موجودة في الأطراف، في الهامش، في جبال النوبة، في النيل الأزرق. كل الصراعات السياسية هي أضعفت الاقتصاد السوداني وساهمت بنسبة 100% أن الوضع الاقتصادي يبقى بهذا الشكل، زائد إضافة إلى الفساد اللي قاموا به، جزء منه هم وجزء منه كبير، جزء كبير منهم المؤتمر الوطني. ممكن أنا أبرئه مثلا، ممكن أبرئه مثلا في الفساد، في ممكن أبرئه، خلينا أخلص كلامي، ممكن أبرئه مثلا بنسبة كبيرة جدا في موضوع الفساد الأخير، لكن السياسات كلها هم مساهمين فيها بنسبة 2%. السياسات اللي ودت السودان في الوضع اللي احنا موجودين فيه الآن. احنا لما بنقول ما عاوزين المؤتمر الوطني، لا، المؤتمر الأول الإسلاميين بشكل عام، لأنه المشروع بتاعهم أساسا بيتعارض. نحن كسودانيين ونحن ما سودانيين. المشروع ما خلاص، انت ما بتتكلم عن المؤتمر الشعبي، نحن سودانيين،
احنا كسودانيين وتقولوا ما دارين الاسلاميين وشعب السودان. انا ما قلت ما دار الاسلاميين، الناس كلمناهم دقيقه، كل الناس كل الشعب الاسلامي يدل الاسلام. عندك لو دخلنا في مشكله مع الاسلام، لانه انت ما مسلم اكثر مننا. لو جينا في موضوع الاسلام لما نجي مثلا نتحدث، ايوه انت ما مسلم اكثر مننا، لانك ايوه عشان تجي تطرح انه انتوا لازم تبقوا مسلمين ولازم تعملوا تعمل، انت ما مسلم اكثر من الشعب السوداني. دقيقه قبل ما يجي المؤتمر، قبل ما الاسلام السياسي ده يبقى نظام سياسي في السودان، الشعب السوداني ده كان كافر؟ لا كان مسلم. الاسلام اللي احنا كنا عندنا زمان ده نحن دايرينه، الوضع الزمان انا متفق معك، انا متفق معك، لكن هل دي رؤيه الحركه الشعبيه نفسها، ولا هل دي رؤيه القوى اعلان الحريه والتغيير اليوم نفسها؟ ما الان احنا داعمين في محل، الان الحلو رافض انه نتركه يتحدث، الحلو رافض انه حتى يبعد مع قوى اعلان الحريه والتغيير بتمثلهم الاستاذ الجنبك دي، لانه طار علمانيه الدوله، صح ولا لا؟ مش دي الاشكاليه الاولى مع النازل؟ رغم انه الاثنين علمانيين في نفس الزمن وفي نفس الكيفيه يختلفون، لماذا تسهبون الى انت هسه دار تحول الموضوع للعلماني؟ احنا ممكن نناقش اذا لكن لا ايمن بس دار اقودك، لانك انت تطرقتي على ما يعتبر بالحركه الاسلاميه. هو المشكله استاذ ايمن، على فكره استاذ ايمن دقيقه، ممكن انا اكمل كلام؟ بس انا دار ممكن انا واحده، احنا ما حصل جينا هذا البرنامج، ما انت مهما يكون استاذ توفيق وعيد حلقة، مهما يكون الظرف، استنى تم كلامي، مهما يكون الظرف الفي والبلاد، انت لازم تدخل محورين اساسيين، الدولة العلمانية وعلاقتها بالدولة المدنية، علاقتكم انتم بالاسلام. يا ايمن خطابك محفوظ، انت الان انا استطيع ان اقول اي كلمة تريد ان تقولها، انت تكرر وتعيد في حاجات لا تعني نحن حاليا المشكلة فيك انت يا استاذ. انا لا امثل، اخر مرة اقول لك انا لا امثل الحرية والتغيير يا استاذ ايمن، لو سمحت. ما المشكلة يا استاذ ان تكون منطقيا في الحوار، انا استطيع ان اتكلم معك بمنطقية، أن تكون بسخرية. هل خلاص أوكي بمنطقية بالمنطق، نريد المنطق. هل هنالك جزء من قوى إعلان الحرية والتغيير طارح علمانية الدولة ولا لا؟ عشان ما تتهميني ساي، ما تتهميني ساي. أنت عارف موضوع الحلقة، مش عارف موضوع الحلقة. دقيقة أنا جاي سؤال، هل هنالك جزء من قوى إعلان الحرية والتغيير طارح علمانية الدولة ولا لا؟ لا أدري. تدري اذا انت مغيبه تماما، مغيبه تماما يعني عن قوى اعلان الحريه والتغيير. ايوه انا دايره اقول لك كده، انه انا ما ممثله قوى الحريه والتغيير، انا هنا ما قاعده ممثله، انا هو عرفت على اني انا ممثله قوى لا معاي، لكن انا عرفت انت ممثله قوى اعلان الحريه والتغيير. محتاج تصنع عدو، ومحتاج ليه انت انا ما قاعد اصنع عدو، انا شخصيا ما قاعد اصنع عدو، انا محتاج نفيد المشاهد يعني. نعم عشان نفيد المشاهد، عشان ننتقل نؤسس لدوله، نؤسس لوطن حقيقي، وطن غير مستلب تماما. المواطنة شنو؟ الحقوق. طيب الحقوق انت ليه بتقول الاسلام طيب يكون هو المعيار؟ انا 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 بقول كلامي، انا بقول كلامي، لكن الشعب السوداني هو اللي بيحدد في النهاية، هو اللي بيحدد زي ما الحلو بقول كلام وانا اقول كلامي والرشيد اقول كلام والشعب السوداني يحدد. انا بستاذن منك، مع الموضوع ما عنده علاقة طبعا، لا لا مش مشكلة. ايوه هو موضوع علمانية الدولة، انت عارف موضوع العلمانية ده ما حيجي بيطرحوها في الهواء مباشرة. نعم عشان احنا نعالج المشكلة دي، النقاش ده بحتاج حتى لمؤتمر خليها كانت مؤتمر دستوري. ايوه انت عارف انما يعني اي ما ممكن اشرح لك علمانيه يعني شنو، لكن تماما العلمانيه ما عندها علاقه بانه انت داير تفهم المشاهد السوداني انه هي ضد الدين الاسلامي. لا الحاجه اللي انت داير توصل للانسان هذا خطا، ده اللي انت داير توصل للمشاهد السوداني. الحلو طالع علمانيه الدوله معناها الحلو ضد الاسلام، دي الحاجه اللي داير توصلها للمشاهد، وده حاجه ما عندها علاقه، لانه انت ما مسلم اكثر من الناس اللي بيقودوا من الحلو، انت ما مسلم اكثر منهم. ولا في ترمومتر الاسلام وكذا باسم الاسلام والسرقات والثروات بتاعت الشعب السوداني. منو سال المؤتمر الشعبي؟ يا حاكم انت عارف لو اتحاكم كل المؤتمر الشعبي تمام بجرائم فساد، او اي واحد في المؤتمر الشعبي اللي كنت انا يوم من الايام عضو فوقه وعنده جريمه فساد حاكمه، لكن يكون انتصار للقانون وللعداله، لا انتصار لاشخاص ولا انتصار الموضوع ما شخصنا، انت ليه مشخصنا؟ مشخصنا طيب انتصار لاشخاص كيف؟ هذا ما انا قلت لك خليه يحاكمون الرشيده، اسمعيني تمام، انا قلت لك خليه يحاكمون بس يكون انتصار للعداله، ما دام انتم شايفين انه فاشل. طيب ما انك تحدثت عن العداله، ما يجري ما حصل بالامس يطرح ايضا اشكاليه مساله يعني قوه الدوله اولا، ولكن دوله القانون.
طبعا انا في اول حلقه اشرت لبيان النيابه العامه. طبعا النيابه العامه دوره القانون لو توجد دوره قانون ما يمكن ان نرى هذا النوع من الاشياء. بيان النيابه العامه كان بيان واضح وصريح، حتى كان مفصل فيه المواد التي يجب ان يحاكم بها هؤلاء المتمردين باعتبار تبويض للنظام. ولكن الان حديث حتى احتمال الاعدام. ايوه هو اصلا باعتبارهم عسكريين، مخالفه الاوامر العسكريه بالضبط. تؤدي للاعدام. البيان هذا يتفق تماما مع دوله القانون. اذا كانت محاكمه مثلا مغتصبي وقاتلي الشهيد احمد الخير كانت يعني من اول خطوات القانون، من اول خطوات دوله القانون، اعتقد ان هذه المحاكمه ايضا يعني كان لها دور في تاجيج الصراع في الشكل ده. ليه؟ لانه جهاز الامن سابقا كانت لديه مطلق الصلاحيات، كانت يعني يبطش بالبلد. طيب انا طرحت هذا السؤال لانك تعلمون جيدا ما يجري من حجم التعاطف بين العسكر فيما بينه في حال محاكمه هؤلاء، ألا يمكن لذلك أن يؤثر على آخرين؟ لا، جهاز الأمن هو يعني كقوة أمنية موجودة في السودان. لا، المسألة الآن في حقوقه. أنا بتكلم الحقوق، أنا بقصد أتكلم مستحقات. أيوة، لأن في مشكل مالي أيضا. أيوة، أنا ما بتكلم في الإشكال المالي، لكن لا، لهذا طرحت السؤال. يعني يوجد أيضا مشكل آخر، إشكال مالي فعلا. أيوة، لكن هم هم يعني ما منسجمين مع بقية القوى الأمنية في السودان. يعني لا، أقصد الجهاز الوحيد، أقصد عن المخابرات فقط. لا أقصد، أيوة، أنا بقصد عن جهاز المخابرات. هو مش ولا بد أن يكون هناك كبش فداء من داخل. لكن يا توفيق، في حاجة ثانية فيما حصل، إذا يعني حاولنا، إذا يعني المعطيات البيانات اللي ذكرت دي كانت حقيقية وصحيحة، في جانب إيجابي في المسألة اللي هو إنه بكشف لنا الخلل في بنية الدولة الموجودة. هم في المستقبل يقدروا يتعاملوا مع كل المعطيات. يعني مثلا حكاية إنه في مجموعة كبيرة من البيوتات بتاع جهاز الأمن موجودة في الأحياء السكنية، يعني وسط الناس بأسلحة وبحاجات كبيرة، وفي عدد ضخم من الأسلحة والعربات عند الصلاحيات، يعني عند المدنيين، عند الأمن. جهاز الأمن ساكن وسط الناس. السؤال الغائب الحاضر، يعني أين ذهب سلاح المؤتمر الوطني اللي متمثل في قطاع الظل هذه تتبع للمؤامن الشعبي الذي كان المؤتمر الشعبي جزء منه، وتتبع للحركة؟ أين ذهب السلاح؟ أين ذهب؟ هنالك السؤال الذي طرحته القايب الحاضر، السلاح اللي كان يمتلكه قطاع الطلاب بتاعنا المؤتمر الوطني، مجاهدين الطلاب بتاعنا المؤتمر الوطني، الأجهزة الشعبية أو بما يعرف الأمن الشعبي أو الدفاع الشعبي أو الأحياء تقصد؟ ممكن يحرصون الأحياء. وهذا السلاح يكاد يعلمونه آخرين أين هو الآن، لكن من مصلحة البلد دي عشان ما تمشي لمحل تاني، تمشي لليبيا تانية، ولأنه هنالك أناس يريدون أن يطبقوا نفس الأفكار التي تسحب، ويأتون بحميتيكا مثل حفتر ليبيا مثلا حتى يحكم لهم وينفذ لهم أجندتهم. أنا خايته ما أعرف. نطرح أنه الناس تخش في انتخابات، وتخش قبل الانتخابات في مصالحة وطنية عامة، لأنه في ناس كفوا إسلاميين. مصالحة وطنية مع من يا أستاذ أيمن؟ كل الشعب السوداني من أقصى اليمين حتى ننهض الوطن. كيف لدولة المصلحة الشخصية؟ واحد يعلق، كيف لدولة السودان أن تتفق وثلاثة أشخاص عنكم لم يستطيعوا الوصول الى تفاهم لحل مشاكل السودان؟ هذا امر صحيح. هذا امر صحيح. ثلاثه اشخاص انا اتعامل بالواقع الحاضر الذي يمثل امامي، والاخرين يتعاملون يعني هما ليس في الواقع. لا لا طبعا، انا في جزء ما اتفق مع الاستاذه في حاجات قالتها، لانه اذا اصلا قوى اعلان الحريه والتغيير مع مجلس العسكري بتحصل فوضى في الخرطوم، بيقودوها ناس ما حصلت في السودان، حصلت احداث مؤسفه في الجنينه، مظاهرات. من انتم؟ كتلونا نحن. قال في 2000 مظاهره 2003 القطناء اللي ماتوا فيها شبابنا وبنعرفهم وزرناهم بنعرفهم. ما ممكن هذه القوه تروح وايضا توقع اتفاقيه السلام مع طب سنراكم الان الى جانب بعضكم البعض باعتبار انه حان موعد الشكر. اذا الشكر لرشيده شمس الدين وهي ناشطه سياسيه، ايمن ادم صالح وهو ناشط سياسي وعضو حزب المؤتمر الشعبي سابقا، وزينب محمود الضي عضو في الحركه الشعبيه لتحرير السودان. الشكر لفريق البرنامج. امسيه مريحه للجميع. في هذه الحلقة من محاور يحدثنا المفكر عبد الإله بدقزيز عن أمراض